بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان والاستوديو التحليلي للمباراه الوديه بين الاهلي ومنيه سمنود. قبل ما نتكلم عن مباراه اليوم بنبارك لمنتخبنا الوطني تحت قياده كيروش. بارح تعادل ايجابي مع منتخب انجولا 2-2. بالتعادل ده مصر بتصل للنقطه ال 11، مصر بتضع قدما للمباراه النهائيه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. منتخب مصر تحت قيادة كيروش بدأ يكون ليه منتخب ليه شخصية، ما شاء الله كيروش بيقدم مستويات رائعة مع منتخب مصر، بنشوف ماتشين مع ليبيا منتخب مصر بيفوز، وامبارح بعد التعادل الإيجابي مع منتخب أنجولا في ملعب أنجولا 2-2، بعد ما كان منتخب مصر متأخر في الشوط الأول، قدرنا نرجع عن طريق النني بيحرز الهدف الأول، وأيضا كمان أكرم توفيق بيحرز الهدف الثاني من تسديده أكثر من رائعة. عايز أقف قدام أكرم توفيق وأيضا لاعبي منتخب مصر كلهم. امبارح منتخب مصر زي ما بقول لحضراتكم الشوط الأول كان شوط متواضع، شوط ما قدرناش ندخل بقوة في بداية المباراة، لكن مستر كروش تدخل في الشوط الثاني أجرى بعض التغييرات على التشكيلة الرئيسية اللي بدأ بيها، وبدأنا نظهر بشخصية منتخب مصر وقدرنا نرجع، خاصة كمان بعد الهدف الثاني اللي أحرزه أكرم توفيق كنا ممكن نحرز الهدف الثالث، لكن بالنقطة دي منتخب مصر خلاص بيضمن الوصول للمباراة النهائية إن شاء الله. بالمناسبة كمان في منتخبات وصلت للمباراة النهائية، لما بنتكلم بنقول منتخب السنغال، منتخب المغرب، منتخب مالي، وأيضا مصر المنتخب الرابع اللي ضمن الوصول للمباراة النهائية، كلها منتخبات قوية، وأكيد المباراة النهائية هيكون لها ترتيبات وحسابات خاصة مع مستر كيروش. عايز أتكلم عن لاعبي منتخب مصر، ما شاء الله عندنا في التشكيلة اللي راحت مع منتخب مصر 7 لاعبين من النادي الأهلي. امبارح أثناء المباراة كان في 6 لاعبين من النادي الأهلي موجودين في أرض الملعب. بنقول محمد الشناوي، بنقول أيمن أشرف، بنقول أكرم توفيق، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف. ما شاء الله لما نشوف النادي الأهلي و6 لاعبين موجودين في أرض الملعب من لاعبي النادي الأهلي، ده أكيد يحسب للنادي الأهلي والأداء الرائع اللي بيقدمه فريق النادي الأهلي منذ انطلاق بطولة الدوري. عايز أقف قدام 2 لعيبة، أول واحد أكرم توفيق وأداؤه الأكثر من رائع. أكرم توفيق بيزيد كل مباراة عن التانية سواء مع النادي الأهلي أو أيضا كمان مع منتخب مصر. ضربة الجزاء اللي اتحسبت على منتخب مصر امبارح اللي كان فيها أكرم توفيق، بتشوف مستوى اللاعب بعد ركلة الجزاء ما تأثرش تماما. أكرم توفيق فضل محافظ على نفس المستوى اللي ابتدى به المباراة، بل بالعكس كمان بيحرز هدف التعادل وهو بيلعب باك رايت في مكان متواجد فيه من تسديدة من أكثر من رائعة. كمان حمدي فتحي، وعايز نروح شوية لعقل كيروش، لما تشوف النهاردة منتخب مصر متأخر وبيدفع بلاعب خط وسط دفاعي ومروان حمدي في الشوط الثاني، وابتدى بالشكل ده في بدايه الشوط الثاني. عايز اتكلم عن حمدي فتحي ودوره مع النادي الاهلي او منتخب مصر. حمدي فتحي ما شاء الله بلغه الكره لعيب نضج، لعيب اصبح عنده خبرات كبيره، لعيب مهم سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر. بنشوف امبارح بيعيد قوه خط منتخب مصر امبارح بعد التغييرة اللي عملها كيروش، بيعيد التوازن مرة أخرى ويبدأ منتخب مصر بيفرض سيطرته على مجريات اللعب. حمدي فتحي من العناصر المهمة جدا، وبنقول من هنا تحية لمستر كيروش إن باب منتخب مصر مفتوح للجميع. لما تشوف واحد أو لاعب زي مروان حمدي، لعيب بيلعب في سموحة، بيقدم مستويات أكثر من رائعة منذ انطلاق بطولة الدوري، فالنهاردة بنقول إن منتخب مصر خلاص مش حكر المجموعة معينة، لا، منتخب مصر للجميع. اللعيب اللي هيأدي مع ناديه في الدوري الممتاز باب المنتخب هيكون مفتوح ليه، فده شيء جيد. نتمنى كل التوفيق لمستر كروش وجهاز الفني. ان انا بقول لحضراتكم منتخب مصر اصبح ليه شخصية، لما تكون خسران بنتيجة 2 وبتلعب مرة بره ملعبك وتقدر ترجع تاني وتفرض سيطرتك، اكيد في مدرب موجود. لما تفوز على ليبيا في ماتشين، مباراة في برج العرب ومباراة على أرض منتخب ليبيا وفي استاد ليبيا، فده أكيد
شيء يحسب لكروش. كروش متابع جيد لكل التفاصيل في الدوري المصري، بيتابع كل المباريات تقارير كاملة من الجهاز الفني المعاون ليه علشان يقدر يحط دايما التشكيلة الرئيسية لمنتخب مصر. وزي ما بقول لحضراتكم، المباراة النهائية اللي هتكون فاصلة إن شاء الله للوصول لتصفيات كأس العالم في قطر 2022، لما نوصل للوقت ده هيكون لكل مباراة يعني التفاصيل المهمة بتاعتها. السنغال، المغرب، مالي، والمنتخب الرابع مصر، كلها منتخبات قوية، وأكيد المباراة الفاصلة هتكون مباراة قوية. وإحنا بنتكلم امبارح عن منتخب أنجولا والتعادل الإيجابي، ما نقدرش ننسى واحد من نجوم النادي الأهلي، نجوم النادي الأهلي اللي كانوا نجوم في منتخب أنجولا، وأيضا كان واحد من نجوم النادي الأهلي، جيلبرتو. جيلبرتو وهو بيعمل لقاء في إحدى القنوات كان حريص إنه يكون مرتدي الكمامة أو الماسك اللي معرسوم عليه لوجو النادي الأهلي. جيلبرتو باعد عن النادي الأهلي منذ فترة، لكن دايما قلبه متعلق مع النادي الأهلي، دايما هنا حريصين إن جيلبرتو يكون موجود معانا في كل البرامج. واحد من اللعيبة اللي بتعطي درس لكل اللاعبين اللي بيلعبوا في النادي الأهلي، سواء من الجيل الحالي أو من الأجيال السابقة. لما بنتكلم عن جيلبرتو نقدر نلخصه في عنوان: جيلبرتو يعطي درسا في حب وإخلاص الأهلي. أنا كان ليا الشرف إن أنا زميلته في فريق النادي الأهلي، لعبت معاه سنوات طويلة، كنت موجود معاه كمان في نفس الأوضة اللي بننزل فيها في المعسكرات، ففعلا شخصية جميلة جدا. عايز أقول لحضراتكم برضو قصة جيلبرتو مع النادي الأهلي. جيلبرتو لما كان مع منتخب أنجولا كان حصلت له إصابة قوية جدا، كان قطع في وتر أكيلس، وكانت الإصابة مع منتخب أنجولا. منتخب أنجولا تخلى في الوقت ده عن جيلبرتو، ما رضيوش يعملوا له العملية. رجع مرة تانية النادي الأهلي، النادي الأهلي وقف جنبه، النادي الأهلي عمل له العملية فترة حوالي سنة أو سنتين ابتعد فيها عن الملاعب، النادي الأهلي ما تخلاش عنه. لما رجع جيلبرتو مرة أخرى وبقى فورمة ورجع وبقى تألق مرة أخرى، منتخب أنجولا طلبه مرة أخرى علشان يرجع المنتخب. جيلبرتو قال لهم لا، لازم ترجعوا للنادي الأهلي، لازم تسددوا كل الفلوس وكل الفواتير النادي الأهلي دفعها علشان أرجع وأتألق مرة أخرى. ده بيعطي درس في حبه وانتمائه للنادي الأهلي. بنقول على اللعيبة اللي بتيجي من بره أو اللعيبة المحترفة لعيبة أجانب، لكن أنا على المستوى الشخصي بعتبر جيلبرتو وأسلوبه مع النادي الأهلي وطريقته وحبه ما بعتبروش لعيب أجنبي، بالعكس بعتبره لعيب مصري. ده كان كلامنا عن منتخبنا الوطني، بنتمنى له كل التوفيق. النهارده بقى مباراة الأهلي مع منية سمنود، المباراة الودية. دايما المباراة الودية بتكون فرصة لتجهيز كل اللاعبين. لما بنتكلم النهارده بنقول عندنا 7 لاعبين موجودين مع منتخب مصر، أيضا عندنا 5 لاعبين موجودين كمان مع المنتخبات الأخرى. بدر بنون موجود مع منتخب المغرب، عندنا أليو ديانج موجود مع منتخب مالي، علي معلول منتخب تونس، بيرسي تاو مع منتخب جنوب أفريقيا، ميكسوني مع منتخب موزمبيق. فما شاء الله بتتكلم عن 12 لاعب موجودين مع منتخباتهم من القوام الرئيسي لفريق النادي الأهلي. كمان عندنا المنتخب الأولمبي فيه 4 لاعبين: أحمد نبيل كوكا، محمد أشرف، محمد المغربي، حمزة علاء حارس المرمى. فبتنتكلم عن 16 لاعب من لاعبي النادي الأهلي موجودين مع منتخبات بلادهم في هذه الفترة. فرصة بقى للعيبة اللي ما كانتش بتشارك خلال الفترة اللي فاتت إن مباراة ودية زي النهاردة تبدأ ترجع اللعيبة، تاخد حساسية الملعب، اللعيبة اللي كانت مصابة وغايبة بقى لها فترة ترجع وتستعيد الفورمة مرة أخرى. النادي الأهلي بيجهز نفسه النهاردة علشان عندنا إن شاء الله مباراة هتكون في الدوري يوم الجمعة القادم إن شاء الله أمام المقاولين العرب. النادي الأهلي بيسير بخطى ثابتة منذ انطلاق بطولة الدوري. الأسبوع الأول فزنا على الإسماعيلي بنتيجة 4-0 رباعية. المباراة الثانية كانت أمام البنك الأهلي، ما شاء الله كسبنا 1-0. المباراة الثالثة كانت أمام الزمالك وكسبنا بخماسية. النادي الأهلي متصدر جدول المسابقة برصيد 9 نقاط، عنده 10 أهداف، فما شاء الله النادي الأهلي بيسير بخطى ثابتة. نروح لملعب المباراة، ملعب مختار التتش، ونروح لزميلنا فاروق
صلاح ونعرف منه آخر استعدادات الفريقين للقاء اليوم. مساء الفل يا فاروق واتفضل. طبعا كل التحيه ليك يا كابتن اسامه وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا مش هزيد على الكلام المهم جدا اللي حضرتك اثرته وقلته، وطبعا بنبارك للمنتخب المصري بصعوده للمرحله النهائيه، والمباراه تبقى بقى طبعا امام احد الفرق التصنيف الاول سواء منتخب الجزائر السنغال او يعني منتخب نيجيريا او منتخب المغرب منتخب تونس. طبعا ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري. طبعا واتكلمت على دور النادي الاهلي، وجود 7 لاعبين من فريق النادي الاهلي الفريق الاساسي موجودين مع المنتخب المصري، ايضا المجموعه الموجوده مع المنتخبات الوطنيه الاخرى. اتكلمت على طبعا الاربع لاعبين الموجودين مع منتخب الاولمبي، ايضا يا كابتن اسامه في 6 لاعبين موجودين مع منتخب 2003 اللي بيلعب بطوله وديه في تونس، وايضا 7 لاعبين موجودين مع منتخب الناشئين مواليد 2006. وده الدور الهام جدا للنادي الاهلي، ان دايما دور كبير جدا على مستوى الفريق الاول على مستوى قطاعات الناشئين. النادي الاهلي بيدعم دايما المنتخبات الوطنيه. طبعا النهارده هي مباراه وديه لفريق النادي الاهلي امام فريق مني التسمنود احد انديه الدرجه الثالثه. بالمناسبه يخوض لقاء في الدور التمهيدي لكاس مصر امام فريق الشرقيه يوم الاثنين القادم. طبعا دي اول مباراه يعني من خطط استعداد مستر بيتسو موسيماني لمباراه المقاولون العرب. طبعا دي يعني اول مباراه وديه عقب مباراه الخماسيه الشهيره امام فريق الزمالك وفوز النادي الاهلي في اخر مبارياته في الاسبوع الثالث على الزمالك بـ5 اهداف مقابل 3 اهداف. طبعا حقق العلامه الكامله النادي الاهلي وبيعتلي وبتصدر جدول الدوري بـ9 نقاط بعد الفوز على الاسماعيلي وعلى البنك الاهلي وايضا فريق الزمالك. طبعا مباراه المقاولون العرب مباراه في غايه الاهميه. مستر بيتسو موسيماني عارف قيمه المباراه، عارف اهميه المباراه، عارف ان معاهم جهاز فني كبير جدا بقياده الكابتن عماد النحاس. من الامور المهمه جدا طبعا ان الفريق كان يستأنف في تدريباته اول امس عقب الراحه اللي منحها مستر بيتسو موسيماني اللاعبين لمده 5 ايام. اقدر ابشرك ان كان في مجموعه من اللعيبه المصابين عادت وشاركت في المران اللي كان يوم الخميس والمران بالامس. يعني اطمنك محمود متولي شارك في المران، وبنطمن على محمود متولي خلاص ما فيش اي مشكله. ايضا صلاح محسن، ايضا وليد سليمان، محمود وحيد، كل اللاعبين، محمد محمود، كل اللاعبين في صوره يعني اكثر من رائعة. دور مهم جدا بيقوم بالجهاز الطبي للنادي الاهلي، استغل فتره الخمس ايام يعني قدر ان هو اشتغل بشغل مكثف شويه مع محمود متولي مع محمد محمود مع وليد سليمان مع محمود وحيد مع صلاح محسن، كلها مجموعه اللاعبين المميزه اللي رجعت خلاص وشاركت في المران الاخير اول امس وامس. اقدر اقول لك النهارده مستر بيتسو موسيماني طبعا المباراه الوديه بيجرب مجموعه كبيره جدا من اللاعبين في ظل غياب اللاعبين الموجودين في المعسكر المنتخب المصري مع المنتخب المصري او المنتخب الاولمبي وايضا منتخب المغرب او منتخب جنوب افريقيا او منتخب تونس او منتخب موزمبيق. النهارده فرصه كبيره جدا مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين على ضروره استغلال الدفعه القويه اللي حصل عليها الفريق في الثلاث اسابيع الاولى. ان شاء الله مباراه تكون مميزه باذن الله لفريق النادي الاهلي يقدم النهارده مباراه امام فريق مني تسمنود. وطبعا نتمنى طبعا الاهم ان الفريق يطلع خالي الاصابات من هذا اللقاء يا كابتن اسامه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا فاروق، وانا بتفق معاك اهم حاجه ان شاء الله ما يكونش فيه اصابات. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي النهارده. بنشكرك يا فاروق شكرا جزيلا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل نجوم الاهلي الكبار كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. انتظرونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بنجوم الاستوديو التحليلي نجوم الاهلي الكبار اللي منورينا ومشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. منورنا ومشرفنا كابتن شريف. كابتن اسامه منور الدنيا. كله زي الفل. الحمد لله تمام. ايضا نجم الاهلي الكبير كابتن اسامه عرابي. مشرفنا منورنا كابتن اسامه. الله يخليك يا اسامه الله يكرمك. جاهز النهارده؟ اه الحمد لله. ايضا نجم الاهلي الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. منورنا كابتن عادل. اهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا. وايضا يعني كبير الهدافين كابتن احمد بلال. منورنا ومشرفنا يا كابتن بلال. الله يخليك، ازيك يا استاذ؟ كله زي الفل. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. ماشي الحال. عايزين نبتدي في الاول يعني قبل ما نبتدي عن مباراه الاهلي ومنية تسمنود المباراه الوديه، طبعا لازم نتكلم عن مباراه منتخبنا المصري امام انجولا امبارح. نبتدي بالكابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف ما شاء الله منتخب مصر مع كيروش يسير بخطى ثابته، فاز في ماتشين ليبيا امبارح، منتخب مصر بيقدر يرجع في الشوط الثاني في شكل وفي اداء مع منتخب مصر مع مستر كيروش. مما لا شك فيه طبعا بالتاكيد الشكل محظوظ فيه مستر كيروش، وهو راجل جريء في نفس الوقت وراجل عنده عين كويسه ان هو في كل مرحله وفي كل مباراه بيقدر يختار اللاعبين اللي هو بيحتاجهم
او اصحاب المهمه يعني في هذا الوقت. ما بيقلقش، ما بيخافش، ما عندوش اي حد بيأثر عليه اي حاجه، بيقول لك النهارده ده مش موجود، بكره ده اللي موجود، انا محتاج المكان ده عندي كذا لعيب كتير قوي فيه، ممكن اريح لعيب واستفيد فيه المباراه اللي بعدها حقيقة. والحمد لله ان هو طلع زي ما انت اتفضلت وقلت ان هو خلاص يعني هيلعب على المباراه النهائيه، المباراه الفيصل اللي هي تودينا كاس العالم باذن الله. انما انا عايز اقول للناس بس حاجه على مباراه امبارح او اي مباراه هيلعبها منتخب مصر. انتوا بتلعبوا فرق بتدافع عن كيانها وعن هيبتها، وخاصه انه في ملعبهم يعني. يعني امبارح بتفرج على فرقه زي انجولا كده، حسيت ان هم لعيبه شبه الانجليز شويه، درجه تانية يعني، بيحاولوا عايزين يثبتوا قدام جماهيرهم ان هم يقدروا يلعبوا كوره، بيطلعوا بالاطراف، عندهم عمق هجومي يعني. ما انت مش هتروح فسحه صحيح. يعني الناس اللي بتهاجم محمد صلاح تقول له انت عملت او ما عملتش او المفهوم اللي بينزل بيه محمد صلاح انه ما بيروح فرق زي دي بيلعبها، وكمان بيبقى عنده في يعني في تخيله ان لو فرقه منتخب مصر في حاله جيده متوسطه تقدر تفوز على الفرقه دي. بس الواقع في الملعب يا اسامه وانت عارف كده وكل اللعيبه عارفه كده، انك لازم يبقى عندك مجهود كبير جدا انك تخلص المباراه في الاول وتبتدي تلعب على قد مستوى الفريق اللي قدامك، زي ما حصل انت جبت جولين وكنت تقدر تكسب امبارح. فلازم كل مباراه حتى الجابون اللي جايه دي يكون عنده تحضير لمباراه الفيصليه اللي هي بتاعت القرعه اللي هتحصل. هيكون لسه قدامها فتره ان شاء الله. لا بس يكون عنده كاس العرب وبعد كاس الامم، يكون بيبث الروح اللعيبه انك انت لازم تاخد الماخذ الجد، انما انا حنقل الكوره وعندي لعيبه محترفه اللي في جلطة سراي واللي جاي من ليفربول واللي جاي، هي مش اسماء هو ملعب لازم يتنفس فيه المهمه اللي انا رايح فيها، وخاصه انك بتلعب بره، بتلعب بره ارضك يعني عناء سفر بيئه وطبيعه. رطوبه امبارح كيروش كمان قال الرطوبه والحر، الرطوبه يعني انت بتبقى تحت ظروف مش المصريين مش متعودين عليها بهذا الشكل، اينما احنا في افريقيا بس احنا مالناش دعوه بالجو بتاع افريقيا ده خالص يعني. احنا جونا احنا في احسن حته في العالم، مصر في احسن حته في العالم، جو معتدل شتاء صفاء ربيعا مش عارف ايه خريفا، فاحنا الحمد لله متمتعين بحاجات كتير قوي، بس لازم هتقابل واقع لازم تتكيف عليه طبعاً. وكلنا رحنا لعبنا في الظروف دي، انا لعبت في ميه قد كده، انتوا لعبتوا في ملاعب ما يتلعبش عليها كوره اصلا، جناين بنلعب كمان جناين. مهم كمان ان الهدف لمصر تلعب من اجله تحقق وهو الوصول للمباراه النهائيه، اتحقق الحمد لله. بس طبعاً. يبقى كل مباراه بعد كده اللعيبه تاخد ماخذ الجد، يخلصوا المهمه وبعدين كده نبقى نشوف ده، عشان ما حدش يطلع يتكلم على اداره فنيه او على لعيبه او يشكك او فالحمد لله ان احنا عدينا من المباراه بتاعت امبارح. كابتن اسامه حضرتك اشتغلت يعني مهنه مدير فني، كنت مدير فني كبير دوري الممتاز. كابتن شريف يعني بيتكلم عن مباراه الجابون القادمه، مباراه الجابون القادمه كيروش يلعب بنفس التشكيله والعناصر الاساسيه بعد ما ضمن خلاص الوصول للمباراه النهائيه اللي هيلعبها فاصله المؤهله لكاس العالم، ولا يكتشف عناصر جديده؟ لا يدي فرص للعيبه ثانيه. لا لابد انه يلعب 80% على الاقل من التشكيل الاساسي. الاساس لا صعب انك مثلا تغير في شكل التيم تماما، لكن ممكن تريح 2-3 وبعدين في التغييرات تنزل 2-3 تانيين حسب سير اللقاء. لكن كون ان انا اغير مثلا 7-8 عناصر في المنتخب مره واحده انا شايف دي من وجهه نظري يعني. يجيب صلاح لا ممكن صلاح، لا موجود ماشي. يجيب النني القايمه يعني موجوده، اثنين دول يجيبهم يعني ماشي. ما انا قلت لك انا مش مختلف، انا قلت لك 1-2 لكن كده انا ما غيرش، هم موجودين في القايمه ده، هم جايين معانا القايمه الفاتشينو اربعه، القايمه موجوده بس النهارده هل يدي فرص يعني؟ امبارح شفنا جرأه من كيروش، امبارح بنشوف مروان حمدي شوط ثاني، ما هو بص اولا فات كويسه وبيديله. اولا انا ليا تعليق على ماتش امبارح، انا امبارح الاداء بصراحه ما كانش عاجبني باستثناء فترات قليله في الشوط الثاني. الشوط الاولاني 35 دقيقه الاولى تقريبا انجولا بتلعب وان سايد جيم، تمام، وقدروا يجيبوا الجونين وكان ممكن يجيبوا اكتر. انت دخلت بجون النني اللي صلاح عمله له كويس قوي، ده اللي رجعنا، ده رجعك في الدقيقه 45. الشوط الثاني الاداء تحسن بالذات بعد نزول حمدي فتحي وسط النني وعمر، لان المنطقه اللي كان فيها اكرم توفيق واحمد ابو الفتوح كنا مضغوطين فيها جامد جدا على طول، 2-1 و3-1 في الاطراف يعني، بالذات بالرقم 16 الباك ليفت والجناح والناحيه الثانيه نمره 9 اللي هو جاب الجول الاولاني كان هايل عمل شغل كويس قوي، لانك انت كنت بتلعب بشكل مش هيبقى سهل في المباريات القويه قوي.
طبعا اللي هو ده هيكون ليها ترتيبات وليها لانك انت انك انت بتلعب بالشكل اللي هو فيه صلاح ومصطفى وشريف وعبد الله السعيد، انت في وقت مش هتقدر تستحمل الـ 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 العناصر كلها ان هي ما ترجعش لنص الملعب والدافع وبتاع لما تخش في المستويات المتقاربه جدا. دي نقطه كانت مؤثره جدا وكانت واضحه جدا في الجنب اللي فيه اكرم توفيق والجنب اللي فيه ابو الفتوح. لكن الشوط الثاني تحسن الاداء وجبت جون وكان ممكن تجيب اهداف ثاني والعكس لفرقه انجولا. لكن ان شاء الله اعتقد الفتره الجايه مع استمرار مستر كروش ويعرف عناصر المنتخب اكتر، لان هو تغييراته كتيره شويه في الاختيارات. يعني الاختيار الاولاني كان مستبعد ناس احنا شايفين ان هم مهمين، انا عارف ان هو وجهه نظره ده وهو بس خلي بالك من الواضح ان هو متابع جدا للدوري. اللي هيشتغل كويس في الدوري هيكون موجود في المنتخب. ماشي يا اسامه، ما حدش يقدر ينكر وهو حقه الطبيعي، ولكن في عناصر ممكن جدا ابقى انا مباراه في الدوري سيء او مش كويس، بس انا عنصر اساسي في المنتخب مش هروح. يعني انا مثلا حجاز، لا بلاش حجاز عشان حجازي بيلعب بره، انا الشناوي ولعبت ماتش سيء جدا ما اروحش المنتخب عشان انا لعبت ماتش سيء، او انا طارق حامد او انا رمضان صبحي ان انا ما لعبتش ماتش كويس ما اروحش المنتخب عشان انا لعبت ماتش واحد، لا ما يعني لكن انا اعتقد ان دي هو مع الوقت هيكتشفها وهيبقى في شكل ثابت شويه للمنتخب. لكن المرحله الجايه يبقى فيها شغل كتير، وهو كمان قال كده. فالمجموع موضوع ان هو يغير، انا شايف يغير عنصرين ثلاثه وفي يحافظ على التشكيل الرئيسي. كابتن عادل ما شاء الله امبارح موجود خاصه في الشوط الثاني، سته من لاعبي النادي الاهلي موجودين في ارض الملعب: محمد الشناوي، اكرم توفيق، ايمن اشرف، حمدي فتحي اللي ظبط نص الملعب مع نزول الشوط الثاني، عمرو السوليه، محمد شريف. شيء يحسب للنادي الاهلي. وعايز اتكلم كمان عن دور اكرم توفيق وحمدي فتحي. شوف ارجع بذاكرتك كده 2006 و 8 و 8 و 10 لما المنتخب، احنا مش بنقول ان المنتخب هو النادي الاهلي بس، يعني عشان بس لا الناس تفهم، لا في محمد صلاح ان في لعيبه كلها اجانب طبعا، بس الناس تفهم كويس. لكن اداء النادي الاهلي لما بيكون في اعلى مستوى اداء منتخب مصر بيزيد. كل العالم كده على فكره، يعني الفرق الكبيره اللي فيها احتكاك، لعيبه النادي الاهلي عندها ميزه تلعب دولي. ايه هي؟ الضغط، المكسب دائما، ان انت عاوز تكسب دائما، ناديك ضغط عليك قوي مخليك ان انت ما بتستهونش. دي الحاجه. فوجود لعيبه في النادي الاهلي في المنتخب فدي حاجه طبيعيه يا كابتن اسامه، ده من وجهه نظري، انك انت طول الوقت ما انت بتكسب بطولات وبتلعب احتكاك افريقيا كتير قوي، وانت بتلعب تصفيات افريقيا يعني، وانت اللي ماشي في افريقيا كويس الحمد لله، اخر بطولتين لافريقيا انت اللي واخده. عشان كده اي مدرب هيعتمد على اللعيبه دي. عاوز بس اتكلم على ايه، توصيف اداء المدرب. احنا خلينا بس نتكلم بواقعيه شويه علشان ايه، ولا نظلم ولا نتظلم. هو اولا عمل المطلوب منه، تمام، انه وصل لاخر مرحله اللعب، ولكن الاداء مش مميز. تخاف منه في التصنيف لما تيجي تلعب الفرق الاولانيه، مش مطمئنه قوي. فعلشان كده حته ال 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 التغييرات الكتير، ووضع وحط ايده على المجموعه اللي هتلاعب الجزائر، هتلاعب السنغال، هتلاعب تونس، هتلاعب المغرب، هتلاعب الفرق القويه دي. ده احتكاك كروشي الاولاني. يعني انا بعتبر ان الفتره اللي فاتت دي تعارف، يعني التجربه الحقيقيه الكروش هتبتدي في اخر مباراتين المرحله النهائيه. هو ده اللي فيه فكر المدرب. ولكن المهم بقى في حته الاداء بتاعنا، لازم في فكره، لازم اي مدرب ياخد باله منه. محمد صلاح وضع نفسه في مكانه صعبه شويه. بمعنى كل مدرب بيجي يشتغل بيشتغل على محمد صلاح حته دفاعيه، عشان كده لازم المدربين يشتغلوا ما حول صلاح، وليس طريقه اللعب تبقى على محمد صلاح. طريقه اللعب انك انت تستغل الاخرين مش محمد صلاح بس. لو قدرت تعمل البدائل دي كمدرب منتخب مصر اقدر اقول لك ان نسبه النجاح تبقى اعلى من كده. طب اداء اكرم توفيق وحمدي فتحي؟ لا يعني اكرم توفيق وحمدي فتحي، اكرم توفيق انا بقول لك بمنتهى الامانه يعني ده ربنا بيديله، لانه جدع قوي شاطر ذكي
متواضع يعني في ميزات كتير. حمدي فتحي طول الدوري اخر 5 ماتشات احسن لعيب عندنا في الفرقه دي حقيقه. يمكن احنا بنديله في الاستوديو احيانا نديله احسن لاعب مره او الثانيه، لكن هو على طول احسن لاعب. ليه؟ لان هو عنده الثبات وبعدين بدا يشتغل الحته النزول كسير دي باك ثاني اشتغلها بطريقه حلوه. واحنا بنتكلم على الاستوديو التحليلي كابتن بلال، بعد مباراه الاهلي والزمالك الخماسيه كابتن شريف عبد المنعم كان موجود معانا طبعا، واحنا اللي كنا موجودين معاه، قال لازم محمد شريف لازم مجدي قفشه يكونوا موجودين في منتخب مصر. صحيح. مستر كيروش خدهم، شفنا محمد شريف في الملعب، لكن انا بالنسبه لي لغز عدم وجود مجدي قفشه انه يلعب المباراه الثالثه على التوالي. ماتشين ليبيا ما كانش موجود فيهم، تم استبعاده. المباراه امبارح كان موجود لكن على مقاعد البدلاء وما لعبش برضه. انا بالنسبه لي لغز عدم وجود قفشه في الملعب بعد الاداء اللي بقى دي مع النادي الاهلي في الدوري الممتاز. مش بالنسبه لك انت لوحدك يا اسامه، ده لغز ان مجدي قفشه ما يكونش موجود وبيلعب عليه عبد الله السعيد في الوقت الحالي. مع احترامنا الكامل طبعا عبد الله السعيد لعيب امكاناته وقدراته عاليه، وكان واحد وكان في يوم من الايام واحد من افضل اللعيبه اللي كانوا موجودين في مصر في المركز ده لما كان موجود في النادي الاهلي. الامور تبدلت شويه يعني. تمام، مجدي قفشه بقى رقم واحد في مصر في الحته دي اداء، نتائج مع النادي الاهلي، ارقام، كل الحاجات بتقول ان هو رقم واحد في الحته دي. كون ان المدير الفني بيصر على عبد الله السعيد فلازم هو يسال على الحته دي، خاصه الاداء اللي شفناه من عبد الله الماتش ده والماتش اللي قبليه كمان. الماتش ده والماتش في الماتش الودي كان ادى اداء جيد. الماتش الودي تقريبا اللي هو كان ليبيريا تقريبا كان بيأدي اداء جيد، ولكن برضه بتلاعب فرقه يعني قليله المقام شويه في الامكانيات في الكور. لكن اداء امبارح لما يكون عندي العنصر تمام الاساسي بالنسبه لي المحوري البلاي ميكر المايسترو بتاع اللعب اداؤه غير جيد، فطبيعي لازم المدير الفني يتدخل. فهل المدير الفني في الغاز في الحته دي؟ في توصيات بالبلدي كده يعني، في عدم رغبه ان مجدي قفشه ما يكونش له تواجد في التوقيت ده ايا كانت الاسباب؟ تمام، يسأل عليها كروش. بنقول ان المنتخب تحسن مع مستر كروش، لكن تحسن يعني باي معنى او باي شكل؟ لسه ما وصلناش. لا 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 لا، مش هتكلم على الوصول كمان. انا بلعب انجولا، انجولا دي معلش مش ممكن ما توصلش بطوله افريقيا، مش كاس عالم. بتلعب ليبيا نفس الموضوع يعني، بتلعب الجابون نفس القصه. انت ما بتلعبش فرق اللي من خلالها تقول انا منتخب مصر قدرنا ان احنا نكسب، مبروك يا رجاله. لا، انت فيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. الجابون اتعادلت بره هناك في اخر دقيقه، انجولا تعادلت هناك، متعادل هناك برضو في انجولا. يعني الاداء بالنسبه لي انا النتائج جيده ومبروك لمنتخب مصر وهنسقف وان شاء الله ربنا يكرمنا نوصل كاس عالم، لكن مش ده المقياس اللي بنقيس عليه مدى امكانيه وخطوره منتخب مصر ومدى ممكن يبقى حظوظه للوصول لكاس العالم. يبقى اذا النهارده المقياس الحقيقي لمستر كيروش هو المباراه النهائيه ان شاء الله. صحيح. اللي هتاهلنا لتصفيات كاس العالم في قطر 2022. نروح لفاصل، وبعد الفاصل التحليل الفني لمباراه الاهلي مع منيه سمنود المباراه الوديه. اهلا بحضراتكم من جديد. اقول لحضراتكم دلوقتي تشكيل النادي الاهلي في مباراه الاهلي ومنيه سمنود المباراه الوديه. في حراسه المرمى اليوم مصطفى شوبير، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، كريم فؤاد، خط الوسط عمار حمدي واحمد عبد القادر، الخط الامامي خط الهجوم للنادي الاهلي حسين الشحات، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، وحسام حسن. ده تشكيل النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بيلعب 4-2-3-1. ايضا كمان تشكيل منيه سمنود، اقول لحضراتكم برضو مصطفى مجدي، خط الظهر من اليمين الشمال محمد نعيم، محمد ممدوح، عبد الغني عمر، جوهر حلاوه، خط الوسط ديفيد، سامي السيد، وزياد عيسى، الخط الامامي محمد السعودي ومحمد خالد واحمد المرعي. ده تشكيل النادي الاهلي وايضا تشكيل منيه سمنود. كابتن شريف، وانا بقول تشكيل النادي الاهلي ما شاء الله يعني، انا ما بقولش عناصر بدلاء، ده انا بالعكس النهارده يعني تشكيله ايضا رئيسيه. النادي الاهلي بيمتلك دلوقتي فرقتين، فالنهارده لو في فريق في الملعب يعني الفرقه الثانيه مستر موسيماني بيعمل المباراه ودي النهارده عشان يجهز كل اللعيبه. طبعا عودنا مستر موسيماني ان تدريباته اصلا بيحب دايما يبقى فيها كوره، يعني ما يحبش يخلي اللعيب يبعد كتير قوي
لما بيحصل توقفات او اي حاجه في حاله بدنيه فقط ان هو يخشوا جيم يعملوا جري يعملوا سبرنتات، انما احنا هنا في حاله عنده لعيبه مستوى اول كلهم. عنده لعيب زي وليد سليمان كان حصل له اصابه فلازم يطمن عليه ووليد يطمن على نفسه. هو بيعمل مباريات دي عشان كده. عنده محمد هاني لعيب منتخب مصر ولعيب مصنف من حقه انه يبقى رجله تبقى في الملعب على طول وياخد على الاحتكاكات وكلام، لانه في اي وقت ممكن يبقى هو الباك رايت بتاعك الاساسي وممكن يروح منتخب مصر في نفس الوقت في نفس الشكل. كل اللعيبه اللي انا بقرا اسمها دي كلها، ياسر ابراهيم منتخب مصر، رامي ربيعه اولد منتخب مصر يعني فاهم ازاي، ويرجع في اي وقت برده حسب نظره زي ما احنا قلنا كيروش، في اي وقت بيختار اي لعيب في اي وقت بيشوفه انه جاهز للمكان ده او يقدر يمثل للبلد في المكان ده. حسين الشحات منتخب مصر، طاهر، حسام حسن يوم من الايام، عمرو حمدي منتخب مصر الناشئين والجديد ده كمان بتاع كيروش ممكن يبقى ليه حظ معاه، اللعيب جيد جدا. مش عبد احمد عبد القادر تتكلم استثناء مصطفى شوبير اللي احنا بنديله كل الدعم ان هو يبقى بيحس بحساسيات الماتشات وحاجات كده. فهو مستر موسيماني بيحب دايما ان اللاعب يبقى على طول رجله في الملعب، بياخد فتره يعني التاهيل وكل حاجه بكل الطقم اللي معاه وكل المساعدين اللي معاه، وبتبقى حاله انا النهارده ممكن اللي جاي لي ده من المنتخب جاي قدر الله في حاجه او في اصابه فانا جاهز البديل سفر وحاجات كده ما اعرفش ايه، ودي لعيب مستوى اول كلها. فبتبقى حلول عنده كتيره قوي. فطبعا المباريات الحبيه دي والوديه ليها فايده كبيره قوي على اللاعبين الاول وفي مصلحه اللاعبين الاول بقى كده للجهاز الفني. كابتن اسامه وانت مدير فني، ايه في محاضره المباراه ايه اللي بتقول اللعيبه علشان تقدر تاخد منهم اكبر استفاده في المباريات الوديه؟ لازم اقول له لازم تبذل كل جهد، لان احنا كلنا كنا لعيبه وعارفين يا اسامه لما المدير الفني بيجي يعمل مباراه وديه احيانا في لعيبه بتاخدها بعدم اهتمام. ايوه دي النقطه اللي عايز اوصلها، ودي نقطه خطيره جدا. احنا كلنا كنا لعيبه واشتغلنا مدربين او حتى محللين او كده، ساعات كتيره جدا اللعيبه ما بقاش واخد باله ممكن مدير فني في 10 دقائق بس في ماتش ودي غير رايه في لاعب وتفكيره كمان. وحصلت لنا كتير جدا. يعني في لعيبه بتنزل يقول لك يا عم ده ماتش ودي، مع احترامي الكامل لمنيه سمنود، انا لاعب فرقه مش يعني ايه منيه سمنود بالنسبه لي، وما ياخدش الموضوع باهتمام. انا مثلا كمان عدم الاهتمام ممكن تدخل في موضوع اصابه، طبعا انت لازم تاخد الموضوع باهتمام. طبعا دي اكيد ان موضوع ان ممكن تحصل عدم الاهتمام يدي لك يعمل اصابات، لكن انا بتكلم في النقطه اللي هي الاساسيه، انا لعيب وعايز ابقى ضمن التشكيله الاساسيه لفريق زي النادي الاهلي، اخد كل الامور بجديه. انا مثلا بلعب راس حربه، ومع احترامي المدافعين بتوع النهارده مش هيبقوا زي مدافعين مثلا زمالك، اسماعيلي، مصري، مش عارف ايه، بلعب على مستوى اقل، احاول انا مثلا فرود اجيب جونين ثلاثه اربعه احسس المدير الفني ان انا خطر. انا مثلا بلعب ظهير، ازاي بعرف اهاجم عشان يحس بيا، ازاي ارجع ادافع وما استهترش ان الفرقه دي عمرها مثلا ما هتوصل لي للجون مثلا، مش هرجع في مكاني. يعني باخد الامور بسلبيه، فده بينعكس على المدير الفني من غير ما انت تحس. فاول نقطه هقولها لهم انك لازم تبذل جهد كبير جدا، ممكن مباراه زي دي تخليك في التشكيل الجاي على طول بتاع المباراه القادمه في الدوري والجمعه انك تبقى اساسي. فدي اهم نقطه انا شايف انه المدير الفني لازم يتكلم فيها، بالذات في الماتشات الوديه، لانك انت مهما بتعمل تدريبات وحتى تقسيمات بتبقى عايز تغير الوشوش. يعني انا بنلعب تقسيمات ضد بعض، مش كل مره هلعب قدام اسامه، مش كل مره هلعب قدام الشريف، مش كل مره هلعب قدام عاد، احنا نفس الفرقه بنلعب 11 ضد 11 او 8 ضد 8، فحاجه كويسه ان انا العب مع وجوه ثانيه اخد احساس ماتش حتى لو ماتش مش من المستوى الاول. فدي نقطه مهمه جدا. يعني كابتن عادل، في مدرسه بتيجي بعد الراحه تقول لا انا بفضل تدريبات اكتر، في مدرسه تقول لا المباريات الوديه هي اللي بتجيب اللعيب ومستواه وتركيزه الذهني. كابتن عادل، من انهي مدرسه؟ مدرسه المباريات الوديه للعيبه البعيده، حتى في الدوري شفنا في مباراه المرج قبل مباراه الزمالك مستر موسيماني كان حريص انه يعمل مباراه وديه يجهز اللعيبه برضه. كابتن عادل بيفضل انهي مدرسه فيه؟ يعني شوف، اول حاجه عايز اقولها لك، اهداف المباراه الوديه بتختلف ما بين المدرب واللاعب عشان نبقى موفقين في الكلام. يعني المدرب
لما بيجيب اسم، مع احترامي للأندية يعني، لما بيجيب اسم، احنا دلوقتي قدامنا الفريقين بيسخنوا، لاعبي النادي الاهلي نزلوا يسخنوا، لما يجيب اسم يا كابتن اسامه فرقه بتلعب في الدوري الممتاز يبقى هو عاوز يشوف فني. لما بيجيب فرقه زي مينيه سمنود تقدر تقول ان هو عايز يطمن بدني. هنا اهداف اللاعب بقى نفسه، انا بكلمك على اهدافه هو كمدرب، هو عاوز يشوف جاهزيه اللاعبين. الحاجه المهمه ان هو الافضل من التدريب بالنسبه للمستر موسيماني دلوقتي انه يلعب الماتش الودي، بس بشرط انه اللي بيشترك فيه كل اللعيبه مش الدوليه، كله مسافر. هو بيعملها علشان جاهزيه النفس، عشان لما يرجع اللعيبه الدوليه احتمال يريح منها اثنين، احتمال يريح ثلاثه، هو الطبيعه يعمل كده لازم، علشان انت بتلعب مباراتين في اسبوع واحد وفي سفر فلازم هيريح. انا بقى بحب مدرسه ايه يا كابتن اسامه، لو انا عاوز اشتغل مع المجموعه اللي هلعب بيها الماتش اللي جاي فانا لا ما اتدرب احسن من المباراه الوديه، لاني اقدر في التدريب بتاعي اقدر اوصل الفكر بتاعي. اما لما هيكون اللعيبه اللي هي مش اعتمد على معظمها في المباراه الرسميه، لان الطبيعي ان في اساسي وفي احتياطي، يمكن المجموعه اللي جوه الملعب ما فيش عندنا اساسي واحتياطي لانهم مستواهم كلهم زي بعض ومتقارب، كلهم لعيبه اساسيه لا وكلهم نجوم. لكن في الوقت الحالي تقدر تقول كل دول ما اشتركوش مثلا في مباراه الزمالك اللي اجزاء اخر مباراه في الدوري، اجزاء بسيطه اللي هو حسين الشحات وطه لما ياسر لما نزل وياسر نزل محمد هاني، اجزاء كلها اجزاء بسيطه يعني، لكن ما كانوش اساسيين في المباراه دي. فانت بتتكلم على لعيبه المنتخب السته اللي احنا اتكلمنا عليهم راجعين، فانت من وجهه نظرك كمدرب بتشوف مين بدني واقف على رجله بلغه الكوره، عشان لما يجي اللعيبه الاقي حد مجهد قادر اغير فيه. ولكن المدارس مختلفه كتير قوي، الوقت مختلف، الاهداف مختلفه في ازمنه ثانيه. تمام كابتن بلال، عايز اتكلم عن حسام حسن. حسام حسن واحد من الهدافين اللي اتعاقدوا معاهم النادي الاهلي السنه دي مع محمد شريف. طبعا المباريات الوديه مهمه جدا للاعب المهاجم علشان يبقى دايما عنده الحساسيه، حساسيه التهديف، خاصه ممكن حسام حسن ياخد اجزاء من مباراه يبتدي، فدايما الحساسيه مطلوبه. الحساسيه ما بتجيش في التمرين بس، برضو محتاجها في المباريات الوديه. طبيعي الماتشات الوديه بتبقى مهمه جدا، لو مهمه لكل الخطوط فهي بتبقى الاهم بالنسبه للمهاجمين يعني. دايما المهاجم بيكتسب ثقته من الاهداف في التمرين، ولما تعلى شويه يبقى في الماتش الودي. لما تعلى شويه صغير، حتى لو كان الماتش الودي ده ماتش قليل يعني، كون ان انت وخد بالك وبتستعيد في ذاكره التحركات بتاعتك، هي تحركات واحده في كل الماتشات. يعني بالنسبه للفيرود انا تحركاتي واحده، بتختلف ان ممكن يكون في مدافع قوي، مدافع سريع، مدافع اجريسيف، لكن هي التحركات واحده. انا النهارده في الماتش الودي زي ما بتحرك في التمرين، زي ما بتحرك في الماتش الرسمي، مهم جدا ان انا اعيد اكتشاف نفسي مره ثانيه، اعيد ثقتي لنفسي مره ثانيه. يعني حسام حسن لعيب هداف، المطلوب النهارده في ماتش زي كده اجيب 6-7 اجوان مثلا يعني. أيوة. تمام بالظبط، اجيب 6-7 اجوان. تمام، يبقى انا حتى كمان بحط بحط نفسي في فريم قدام المدير الفني ان انا بقدر اسجل اهداف. انما النهارده زي ما قال كابتن اسامه وراب قال حاجه مهمه جدا، اللعيب ينزل ماتش يعني بالنسبه له مش مهم، مش هادي، ما هو برده المدير الفني برده بيبص عليك، شايفك ان انت بالنسبه لك غير قناعاته مع اللاعب برده، اكيد وضع طبيعي. انما لما يشوف اللعيب حتى في الماتشات السهله مصر انه يسجل اهداف ويؤدي بشكل جيد، خد بالك المدير الفني برضو انطباعاته بتختلف شويه. الماتش سهل وبيتحرج منه يا بلال. طبعا يا كابتن يقول لك بص ما انا انت يعني النهارده بشكل كويس، انت عارف في اسئله كويس بتدور ما بين اللعيبه والمدير الفني، تيجي تكلمه طب انا هاخد امتى، يقول له والله بس انا شايفك ان ده لسه ما جهزتش. انما النهارده لما كل ماتش ودي يلعبه يسجل اثنين وثلاثه واربعه وهدف، خد بالك المدير الفني مش هيبقى قدامه رد غير ان هو يديله في الماتشات الوديه، في الماتشات الرسميه حتى وان كانت اجزاء صغيره، لازم برده هيديله، لان انا لعيب خلاص مجتهد، انا كل ماتش ودي بالنسبه لي وكل تدريب بالنسبه لي بحاول بقدر الامكان ان انا اكون على قدر كبير جدا من التركيز واشتغل الشغل بتاعي كمهاجم، ان انا اسجل الاهداف. فالنهارده بتبقى رساله من اللعيب للمدير الفني، والمدير الفني بيفهمها كويس، ان انا بص انا مركز حتى في الحاجات الصغيره، حتى في الماتشات الوديه، لا انا كلاعب مركز منتظر فرصة جيدة بالنسبة لي. والفرص في كرة القدم بتيجي بسرعة. لو هنتكلم على الموسم اللي فات، الموسم اللي فات محمد شريف اتصاب. اللعيبة كلها لعبت. لا اتصاب. كمان انا بكلمك، انا احنا بنتكلم على حسام حسن كراس حرب. محمد شريف اللعيب الاساسي بالنسبة لك كابتن السنة اللي فاتت اتصاب. خلي بالك شوف فابتديت تدور على حد جاهز بالنسبة لي. هسيبك تكمل النقطة دي، صورة بيتسو موسيماني والإشارة بخمسة
دي الصوره الشهيره بتاعته مباراه الاهلي والزمالك. احنا في الاستوديو كان قبل هنقول ايه الجماهير من منيه سمنود اللي جايين مصاحبين للفرقه بيلتقطوا الصور التذكاريه مع بيتسو موسيماني. اتفضل يا كابتن بلال. احنا عملناها قبل موسيماني. احنا عملناها قبلك قبل ما نشوف عارف الفيلم قال احنا عملناها قبلك يا معلم. موسيماني يا كابتن شريف الناس كانت بتشكك فيه والراجل يعني بيحقق كل الارقام القياسيه، بطولات وانجازات وارقام قياسيه كمان في عدد الاهداف حتى في مباراه القمه. بص احنا من اول لقائنا بموسيماني في افريقيا طيب بيقولوا لي بس عشان ايه دول اعضاء النادي الاهلي متواجدين في النادي دلوقتي بيحتفل موسيماني عشان ما كانوش شافوه بعد مباراه الخمسه فالنهارده يعني كانوا حريصين يحتفلوا معاه. روح حلوه جدا. روح حلوه جدا طبعا من حب الناس ليه خاصة أعضاء النادي الأهلي. وده جمال النادي الأهلي برضه، خد بالك إنك أنت بيبقى فيه مودة وحب بين الأنشطة كلها وبين الأعضاء وبين الجهاز الفني اللي بيمثلنا والدنيا كلها بتتمنى له كل الخير يعني. موسيماني أخدنا في لقاءاتنا ضده أيام صن داونز والحاجات دي. فحسينا بشخصية مدرب واقف على الخط بيتعامل بيدي تعليمات لفرقته سيستم إزاي يلاعب فرق كبيرة. عشان كده أنتوا جيتوا في الاستوديو موسيماني صاحب رؤية مميزة في المباريات الكبيرة دايما قدام الوداد قدام الترجي قدام سان داونز اللي هو كان فرقته قبل كده. وهو أنا بحس إن هو بيقرأ المنافس كويس أو الخصم كويس جدا بشكل كبير وربنا بيوفقه كتير جدا لأنه هو مجتهد يعني. ما برضو لازم يبقى ربنا إيه يعني ليه ايد الاولى في كل شيء الحمد لله. فهو بيجتهد وهو بيحاول يوصل للعيبه سبل النجاح فين، التفوق بيبقى ازاي. وهو عنده قاعده عريضه جدا من اللاعبين يقدر زي ما هو النهارده كده بنتكلم على القاعده العريضه اللي هو بيحضرها انها تبقى موجوده وجاهزه. وده شغله برده ان هو يجاهد اللعيبه الجاهده اللي عنده المتاحه ليه اللي هو لو خرج براك أيوة. وراح في اي حته لن يتمتع بهؤلاء اللاعبين بل سيتمناهم. هو دايما كلامه عن النادي الاهلي موفر له كل الامكانيات وكل اللاعبين ودي ميزه كبيره جدا. نعمه انك انت تبقى مدرب كبير في النادي الاهلي، نعمه انك انت تبقى لاعب في النادي الاهلي او اي حاجه بتمثل في المؤسسه يعني. فهو بالتقدير اللي الناس بتعمله له ده خاصه بعد مباراه الزمالك والخمس اهداف وكنا بنتمناها طبعا اكتر من كده من حقه ان يبقى فيه ريسيف يعني في مقابل معنوي ونفسي احنا بنتفرج عليه دلوقتي يعني. كابتن اسامه واحنا بنشوف يعني اللحظات الاخيره من الاحماء وانا بقول التشكيله الرئيسيه للنادي الاهلي النهارده الاساسيه كريم فؤاد هو اللاعب الوحيد اللي لسه ما اخدش فرصه مع النادي الاهلي. كل اللعيبه لعبت اللي في التشكيله حتى الوافدين الجدد زي حسام حسن عمار حمدي شارك احمد عبد القادر شارك مصطفى شوبير كمان شارك قبل كده. النهارده اللعيب الوحيد لسه ما ظهرش في مباراه رسميه للنادي الاهلي كريم فؤاد، لكن انا عندي قناعات ان كريم فؤاد صفقه مهمه جدا وجيده للنادي الاهلي. دي حقيقه. لعيب كويس جدا سواء لما كان بيلعب في انبي وشفناه في اكتر من مركز ظهير ايمن ظهير ايسر جناح سريع مهاري. طبعا عمره معاه الـ 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 يعني مش واحد عنده مثلا 30 ولا 32 ولا 33 سنه في اخر ايامه، لا ده لسه من عناصر المنتخب الاولمبي فالوقت معاه. بس هو اللي عليه انه يفضل، وكلنا مرينا بالتجارب دي، كلنا قعدنا فترات في اساسيين كانوا بيلعبوا علينا، في لعيبه مهمه كانت بتلعب واحنا كنا لسه يعني لسه طالعين، او اللي كان جاي من خارج النادي. ده طبيعي. فهو لازم يجتهد يجتهد يجتهد، لكن هو عنده كل المقومات وانا اعتقد ان هو صفقه ناجحه. وان شاء الله مع الوقت، ويمكن بلال والكباتن كانوا بيتكلموا ان ماتشات النادي الاهلي كتيره جدا، افريقيا ودوري وكاس والمنتخب فيه عناصر كتيره جدا، لازم تستحمل بس تلعب. ايوه يعني الفرص هتيجي. الجدعنه ان هو لما تجيله الفرصه لازم لابد نتشبث بيها ويثبت للناس انه فعلا صفقه النادي الاهلي ما جابهاش كده، وانه يستحق انه يلبس تيشيرت الفانيلا الحمراء او تيشيرت النادي الاهلي. فهو فعلا مقوماته لعيب كويس، من بقول لك من حيث السرعه، من حيث المهاره، من حيث الجديه. عنده جديه يعني، مش من اللعيبه كمان اللي هي ما عندهاش اصرار ولا تصميم، لا عنده جديه في روحه عاليه.
وسنه معاه يعني عمره لسه معاه يعني فان شاء الله تجيله الفرصه قريب زي زمايله ويبقى واحد من العناصر الاضافه للنادي الاهلي يعني. كابتن عادل برضو من الاضافات القويه عمار حمدي واحمد عبد القادر. طبعا طبعا يعني يمكن من الحاجات اللي نجح فيها النادي الاهلي اللي هي الاعارات واستفاد منها جدا. يمكن اكتر نادي في مصر استفاد بموضوع الاعارات النادي الاهلي بعمار وعبد القادر وكمان اكرم توفيق طبعا وكمان احمد ياسر. بدايته معاك يعني عمار حمدي لما جه ولاد الكابتن عادل عبد الرحمن عمار حمدي واحمد عبد القادر اهم ما في الموضوع يا كابتن اسامه ايه الاهداف بتاعتك. يمكن اهداف النادي الاهلي زي ما انت كنت بتتكلم والكابتن اسامه بيتكلم على كريم فؤاد ان صفقه ناجحه هي مش ناجحه وبس من وجهه نظر دي صفقه مستقبل. أيوة. كريم فؤاد صفقه مستقبل يعني كابتن اسامه قال فعلا ان هو سنه صغير وهيبقى قدام دي حقيقه يعني انت مش جايبه علشان يلعب دلوقتي انت فاهم. ما هو النادي الاهلي نادي كبير قوي ممكن تجيب لعيب لخطوات اخرى انت فاهم او ابعد شويه في الوقت لكن مش لازم يجي يلعب على طول يعني في صفقه لازم تجيبها تلعب على طول لا دي الصفقه اللعيبه اللي اعمارها كبيره لكن اللعيبه اللي اعمارها صغيره زي كريم فؤاد اللي بيلعب في اكتر من مكان وانا هقول لك حاجه من هنا بقولها لك كريم فؤاد اول ما هيبدا وهيلعب مش هيطلع تاني وخاصه كمان في الطريقه اللي بيلعب بيها موسيماني 3 4 3 ده حقيقه يا كابتن الحاجه المهمه لعيب الاطراف باك رايت وباك ليفت بيبقى ليهم دور كبير في الطريقه دي هو بس يعني دائما اللعيب الجوكر بيبقى مفيد للفرقه اكتر من الفرقه بتبقى مفيده ليه يعني كريم فؤاد مثلا علشان انت بيلعب في المكان ده ويلعب في المكان ده ويلعب في المكان ده ويلعب في المكان ده بتفضل تلعب ناس اساسيين لكن هو انا بقول لك من دلوقتي لو كريم فؤاد اول ما هيبدا مش هيرجع تاني هيلعب في اي مكان هيلعب فيه بيجيد لانه من اللعيبه الممتازين وده فكره جيده قوي لقدام اما عمار حمدي طبعا يعني عايز اقول لك عمار حمدي بركات الجديد لازم نعترف بكده عمار حمدي من اللعيبه اللي شخصيتها قويه جدا جوه الملعب وقوي جدا جواه يعني قلبه جامد يعني اللي هو ايه اللي هو ترميه في اي حته وفي اي مكان حتى النهارده بيلعب ديفندر عمار عمره ما لعب يعني ديفندر اكتسب دي كمان الايام اللي فاتت دي عمار دايما بيلعب مهاجم نص ملعب مهاجم طرف شمال طرف يمين ولكن في الاخر عبد القادر كمان يعني انا بقول لك انه ده مكسب كبير بالاعارات الفكره اللي اتعملت من 3 سنين اللي هي فكره الاعارات نجحتك ونجحتك قوي والفكره دي هتفضل دائما نجاح فيها في النادي الاهلي ولازم ندوس فيها شويه كتير هتوفر لنا مال كتير قوي وخلي بالك دي كمان نظره للمستقبل ما هي المستقبل بص هتوفر لك فلوس كتيره كابتن حقيقه كابتن بلال اخيرا حسين الشحات وليد سليمان طاهر محمد طاهر حسام حسن تعتبر لعيبه اساسيه النهارده موسيماني لو محتاجها وبيستعين بيها في مباراه من بكره في الدوري الممتاز يعني عناصر ما شاء الله لكن اللعيب طاهر كان اساسي دلوقتي قعد شويه حسين الشحات كان اساسي قعد شويه بيرجع يشارك برده تأثير النفسي والنهارده خلق الدوافع ان اللعيبه تخلق لنفسها دوافع في مباراه زي دي طبعا وليد سليمان الكابتن وليد سليمان نجم كبير طبعا اكيد طبعا انت بتتكلم قدام عناصر هي مش تعتبر اساسيه لا هي لعيبه اساسيه ولعيبه عندها امكانيات وقدرات كبيره جدا جدا الفكره بالنسبه له انه يظل دايما محتفظ بلياقته البدنيه وتاثيره داخل الملعب حتى في الماتشات الوديه يعني احنا مش محتاجين نقول وليد سليمان النهارده لازم تادي بشكل كويس او حسين الشحات النهارده انت فرصه بالنسبه لك في مباراه وديه انك تسجل هدف او طاهر محمد طاهر او حتى حسام حسن دي لعيبه عندها امكانيات وقدرات عاليه المفترض ان هي فاهمه يعني تركيبه الماتشات الوديه انك تحتفظ بنفسك الماتش الودي طبعا مختلف شويه مختلف كتير عن الماتشات عن التدريبات وحتى كمان في طريقه التحركات وطريقه اللعب وحاجات كتيره جدا يعني فالنهارده انت بتتكلم في عناصر جيده جدا عناصر اساسيه المفترض هي فاهمه هي بتلعب ماتش ودي ليه وانا اتمنى ان شاء الله التجربه يعني تكون مفيده جدا للاعبي النادي الاهلي واهم من الامور دي كلها ان اللعيبه كلها تخرج سليمه بعد نهايه المباراه بشكر ضيوف الاستوديو التحليلي ونروح لفاصل وبعد الفاصل مع معلقنا المتميز الكابتن محمد عفيفي ونشوف حضراتكم بين شوطي المباراه